رفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد 3 شركات صحية أمريكية كبرى تتفاوض على أسعار الأنسولين، متهمة الوسطاء في قطاع الأدوية بزيادة أرباحهم من التضخيم المصطنع لتكاليف الأدوية على المرضى. وتستهدف الدعوى 3 من أكبر مديري فوائد الصيدلة في الولايات المتحدة، وهم أوبتوم آر إكس التابعة لمجموعة يونايتد هيلث وكير مارك التابعة لشركة سي بي إس هيلث، وكذلك إكسبرس سكريبتس التابعة لشركة كيجنا.